شارك الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة في الجلسة الافتتاحية للنسخة العاشرة من قمة رايز أب التي أقيمت في المتحف المصري الكبير. وتم تأكيد خلال فعالية القمة على دعم الحكومة غير المحدود للشركات الناشئة والتزامها بالتحسين المستمر لبيئة ريادة الأعمال، مع الإشارة إلى أن الشركات المصرية الناشئة هي الأكثر تسارعا في النمو أفريقيا، والتأكيد على أن هناك تنافسا إقليميا وعالميا على الاستثمار في الشركات الناشئة المصرية، وأن هناك 130 ألف مستفيد من خدمات فكرتك شركتك خلال 4 سنوات.